نبدأ على بركته نتوكل منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام إلى فاضل، أرحب بحضراتكم من جديد مع تواصل الانطلاقات والتحديات هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة في أبوظبي. أرحب بحضراتكم أيها المتابعون عبر قنوات أبوظبي الرياضية التي هي دائما متواجدة مع الحدث لتنقل لكم هذه الصور وهذه التحديات الجميلة. أيها المستمعون عبر الأثير فم، أرحب بحضراتكم من جديد هنا مع انطلاقة تحديات هذا الشوط والشوط التاسع الذي يحمل في طياته الجذاع البكار المحليات، أول المراكز أول الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات. أتابع شعار العملاق العيناوي على أول المراكز يقدم لنا الحذر في هذا الشوط. سالم بن مظفر بن خموشة العامري يقدم لنا الحذر على أول المراكز. المركز الثاني امتحان على المركز الثاني، أحمد بن راشد بن غالب المنصوري على مستوى ثاني التحديات. وثالثها أتابع الوصول في هذه اللحظات من الأسمرانية، يا سلامي على الأسمرانية، سالم بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الثالث وتحمل الرقم ثلاثة. رابع المراكز تحمل الرقم أربعة هنا انطلاقة روعة روعة يا روعة. خميس بن علي العويسي يقدم لنا روعة بالأداء الأروع في هذا الشوط. المركز الخامس أتابع هنا رثيوه، إذن على المركز الخامس علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري من يقدم لنا رثيوه على خامس المراكز. وسادس التحديات أتابع مياسة عبيد بن غنام بن فطي المزروعي يقدم لنا مياسة في هذه اللحظات على المركز السادس. سابعا أتابع المنطلقة في هذه اللحظات حشمة على المركز السادس بخيت محمد بن بخيت بن صياح المزروعي يقدم لنا حشمة على المركز الثامن. وتاسعا تاسعا هنا انطلاقة غشمرة ناصر بن راشد بن سعيد الجابري على المركز التاسع. وعاشرا وتابع جبارة جبارة سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم لنا جبارة على المركز التاسع. وحينما سمعت هذا النداء تجاوزت إلى سابع المراكز. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الأسماء الأسماء المندفعة في هذا الشوط. يا هو شوط يا هي أسماء يا هو جو أجواء رايقة 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 اليوم هنا من عاصمة الميادين. يا سلامي على هذه الأجواء، أسأل الله أن يديمها بالخير واليمن والبركات على هذه الدولة دولتنا الحبيبة. وهناك في دولتي هناك في المملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط. العملاق العيناوي حاضر في هذا الشوط، شعار متواجد واسمه الكبير يندفع على صدارة الشوط مقدما لنا الحذرة الحذرة وحذاري. يا هل الجذاع من الحذرة يا سالم بن مظفر بن خموشة العامري المركز الثاني. أتابع الله جبارة 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 أذعت على المركز العاشر تجاوزت على السابع. وهنا في هذه اللحظات مع المركز الثاني سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي الأسمرانية أسمرانية وكحيلة العين على المركز الثالث في هذه اللحظات. سالم بن سلطان بن غالب المنصوري من الجانب الآخر. هناك لحظات التجاوز مع روعة روعة
الخميس بن علي العويسي أيضا في هذه اللحظات تتابع غشمرة الشوط ما يبغي له غشمرة يا الجابري ناصر بن راشد بن سعيد الجابري يقدم لنا غشمرة في هذا الشوط المركز هنا السادس سادس المراكز تجاوزت إلى المركز الرابع أو المركز الخامس هنا غذيوة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري يقدم لنا غذيوة في هذه اللحظات وهنا انطلاقة أيضا المركز السادس هنالك وتابع سابع المراكز هنا امتحان يا امتحان أحمد بن راشد بن غالب المنصوري قد يكون هذا الهدوء هو الهدوء الذي يسبق العاصفة يا المنصوري ولكن أيضا هنا التسلل وصلوها للغربية وصل المزروعي مقدما لنا من ياسة أحمد بن غنام بن بطي المزروعي ووصل أيضا في هذه اللحظات شعار الهبيبة سهيل بن حمد بن راشد الاكتبي ولكن هذا هو المنعطف الأخير منعطف الحقيقة اللي تظهر فيه كل الحقيقة تبان فيه كل الحقائق يا هل الجذاع يا هل البكار يا هل المحليات يا هل الأصايل وهنالك بن عنزان متواجدا متسللا مغيرا إلى صدارة هذا الشوط يقدم لنا جبارة شعار مطفي شعار التوقيت الزمني الأفضل والعاني والقادم من دوحة الخير من قطر تميم يتواجد في هذه اللحظات هنا مقدما لنا جبارة سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي شعار قدم أسماء كبيرة شعار قدم أسماء لها صولاتها وجولاتها مع الرموز ولكن راعي صوغة وصل راعي صوغة عاد هذا حدث ولا حرج حدث ولا حرج عن النواميس حدث ولا حرج عن الإنجازات وصل هنا العملاق العيناوي له من اسمه النصيب الكبير يقدم لنا الحذرة سالم بن مظفر بن خموشة العامري ولكن راعي غشمرة يا سلامي على غشمرة وانطلاقة غشمرة ناصر بن راشد بن سعيد الجابري على المركز الثاني الأسمرانية كحيلة العين على المركز الثالث الأسمرانية الأسمرانية تحركت الأسمرانية على المركز الثالث هنا بشعار سالم بن سلطان بن غالب المنصوري ورابعا هنا غذيوة 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 علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري على المركز الرابع تحركت الجذاع انطلقت البكار هنالك روعه من الجانب الاخر وهنا الوصول هنا الوصول هنا الوصول هنا من مياسه وصلوها للغربيه ولكن غذيوة غذيوة وغشمره يا سلام الله انطلقت غشمرة انطلقت غشمرة هذه ما عندها غشمرة ما عندها غشمرة ما عندها غشمرة يا الجابري هذه ما تعرف الغشمرة هنا جدية 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 في النواميس جدية نعم غشمرة نعم غشمرة نعم الجابري قدم لنا غشمرة ناصر بن راشد بن سعيد الجابري على المركز الأول هناك سلام العين سلام العين سلام على هذا الفوز تهانينا والناموس لراعي غشمرة ناصر بن راشد بن سعيد الجابري ثانيا حلت هناك غذيوة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري وثالثا الأسمرانية سالم بن سلطان بن غالب المنصوري رابعا هنالك على المركز الرابع جبارة سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي وخامسا هناك مرموقة عوض بن ياسر بن علي العفاري حل خامسا تهانينا والناموس لراعي غشمرة هذا الفوز وهذا الانتصار في هذه اللحظات هناك مع غشمرة من قدمة المستوى الكبير ناصر بن راشد بن سعيد الجابري 9:38 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس والمركز الثاني هنالك كانت غذيوة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري هنا من حلت على المركز الثاني وتابع لحظات توقيتها الزمني غذيوة من حلت على المركز الثاني بشعار الجابري وهنالك 9:39 وفاء هناك والأجزاء لحظات
جزئين من الثانية تانينا والناموس، وثالثا حلت الأسمرانية على المركز الثالث سالم بن سلطان بن غالب المنصوري من قدم لنا الأسمرانية على المركز الثالث، وكان التوقيت الزمني 9:39 ونوقف لحظات حتى نتعرف على الأجزاء من الثانية. هناك 4 أجزاء من الثانية، إذن تانينا والناموس.